احنا الحمد لله في المرحلة الأولى طبقنا النظام على المواطنات القطريات من أعمار 12 سنة فما فوق في خدمات الأمومة والولادة. المرحلة الأولى مرت على تقريبا 9 أشهر، الحمد لله مرت على خير. كان في نسبة رضا كبيرة من المستفيدين من الخدمات هذه، عملتها رأيتناها رأيناها من خلال مسح عمله جهاز الإحصاء القطري، والحمد لله رضا النسبة رضا كان كبير. فاحنا الحين في المرحلة الثانية اللي هي تغطي جميع المواطنين القطريين ويكون جميع الخدمات الطبية تقريبا. وحين من ناحية مقدمي الخدمات حتوسع بالأعداد، والباب مفتوح لأي مقدم خدمات أنه يدخل في النظام ما دام يستوفي الشروط اللازمة لدخوله. هل ترى بأن المستشفيات القطرية كما ونوعا قادرة على استيعاب هذا العدد الكبير من المؤمنين؟ طبعا احنا شغلتنا في النظام ان نعطي الخيار للمستفيد يروح لاي مقدم خدمات. هل راح يكون في كفايه؟ طبعا في بعض الخدمات نعم راح يكون في كفايه، بعض الخدمات التخصصيه يمكن تكون نادره ما راح توفي، ولكن هذا احنا من اهم اهداف النظام ان يجمع معلومات بحيث يوضح اماكن القصور سواء كان في عدد أو كم أو كيفية تقديم الخدمة وكذلك جودتها. فالشركة التأمين الصحي تجمع المعلومات هذه وترفعها للمجلس الأعلى للصحة كنصائح في تقدر من خلالها المعنيين في يقدر خلالها المعنيين في المجلس أن يأخذون القرارات اللازمة سواء كان تسريع الخدمات من ناحية توفيرها أو أن نظام الرقابة يشوفون من الجودة ناقصة على أساس أن يطلعون بسياسات أو لوائح تضمن الجودة هذه. في المقابل هناك بعض التخوفات من أن يؤثر هذا الموضوع على جودة الخدمة، كيف التعامل مع هذا الأمر؟ احنا مثل ما ذكرت هي من اساس والهدف الاساسي اصلا من خلق النظام كما خلق انه يضمن جوده الخدمات هذه. فمن ضمن متطلبات الدخول في نظام التامين الصحي لازم تستوفي عده شروط، من الشروط الاساسيه طبعا الترخيص، وهذا يعطيك نوعيه معينه من الجوده لازم يكون متوفره سواء كان في مقدم الخدمه نفسه من ناحيه مؤهلاته كمقدم الخدمه سواء كان مستشفى او طبيب. وكذلك من نظام الاعتماد احنا طلبنا انه يكون اذا كان متطلب اساسي في مجلس الصحه ان يكون الجهه المقدمه للخدمات هذه معتمد سواء اعتماد دولي او وطني لازم يستوفي هذا على اساس يدخل في النظام. فهي اداه تتاكد ان جوده الخدمات هي موجوده. طبعا في نظام رقابي سواء على المطالبات نفسها راح تعطينا صوره افضل عن ما يتم كل تعامل يحصل فيه في القطاع بين مريض او مستفيد ومقدم خدمات، هذا تعطينا برضه صور افضل على اساس ان نتاكد من جوده الخدمات هذه. ماذا عن عزمكم عن انشاء مستشفى خاص بالعمال وتامين العمال كذلك؟ سمعنا بهذا الموضوع من قبل. هاي طبعا هذه نظام التامين مش من هي متكفل المشروع هذا، المشروع هذا متكفل فيه مجلس الاعلى للصحه، وفي ان شاء الله في حال لما يخلص ان شاء الله بدا المشروع الحين صار له فتره الحين في بعض 3 مناطق في الدوله في مستشفيات للعمال رئيسيه مع عيادات 3 مستشفيات مع 5 عيادات. طبعا غير القائم حاليا اصلا على في تقديم خدمات للعمال عيادات متخصصه بشراكه مع شريك هو الهلال الاحمر القطري. هذه حتكون موجوده، هي كمقدم خدمات يقدر يدخل في النظام وراح يدخل ان شاء الله في النظام في المراحل اللي يدخل فيها الفئه هذه العماليه في نظام التامين الصحي. سؤال اخير، كيف تتعاملون مع القطاع الخاص الذي يقول بان احتكار شركه وطنيه لهذه الخدمه قد تعطل الخدمه وتنقص من هذا الامر، كيف تتعامل مع هذا الموقف؟ احتكار نظام التامين الصحي نحن نتكلم في الخدمات الاساسيه وليس في كل الخدمات، فالباب مفتوح لشركات التامين الصحي الخاصه ان يستخدمون او يقدمون خدمات لمستفيدينهم في نطاقات خارج نطاقات الاساسيه. طبعا احنا نتكلم عن حاليا عن المرحله الاساسيه اللي هي المرحلتين الاولى والثانيه هي للمواطنين، وهذه حتكفل فيها ان شاء الله الشركه الوطنيه للتامين الصحي، والمستقبل الجاي للمراحل الاخرى وحيكون خلال الفتره هي طبعا دراسات مستفيضة بخصوص الموضوع هاي.